هل أسئلة في العقيدة من أحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ هل المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة؟ لا شك في ذلك أن المؤمنين يرون ربهم وينظرون إليه في الجنة يوم القيامة، كما جاء في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله، قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، لا يضامون في رؤيته، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. نعم.